مشاهدي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومساء الخير واهلا ومرحبا بكم في سهرتنا لهذا الاسبوع زهره الروض. زهره الروض لهذا الاسبوع مع واحد من الشعراء اللي ايضا وضعوا بصمتهم على اغنيه الحقيبه، وان كان هناك حديث عن انه يمكن اغنياته ما هي بالكميه الكبيره ولكن بالجوده العاليه والعظيمه من خلال كلمات جميله، من خلال فنانين كثر تغنوا لهذا الشاعر الكبير علي المساح. سنتحدث من خلال هذه الحلقة مع ضيوف أعزاء داخل الاستوديو. برحب كثير جدا بالأستاذ محمد محي الدين. أخ محمد محي الدين، أنا سعيد أنك تكون معي، وأهلا ومرحب بك. مرحب بكم ومرحب يعني بكل هذه التحايا لشاعرنا الكبير علي أحمدانا علي المساح، والذي يعتبر ضيف الشرف لهذه الحلقة وهو جدير بذلك يعني. نعم، أنا برحب بك كثير جدا، وبرحب الفنانين الشباب اللي معاي، الفنان شاب محمد حسن حاج الخضر، أنا برحب بك وأهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا بك معتصم، وأهلا بكل الضيوف معنا في الاستوديو، وأنا سعيد جدا أكون في هذه الحلقة المميزة لشاعر مميز الشاعر علي المساح، وأتمنى أنه نقدر يعني نأدي أغنياته بشكل سليم وجميل وينال رضا المشاهدين ان شاء الله. اهلا ومرحبا بك وحبابك، وايضا الفنان الشاب طلال عبد الرحمن او طلال حلفه، اهلا ومرحبا بك، ونحن نتكلم عن هذا الهرم الكبير. اهلا بك استاذ معتصم، سعيد جدا بالتواجد في قناه الشروق مع الكوكب الجميله دي، وسعيد جدا بالتغني في الحلقه دي لشاعر عظيم زي علي المساح، ان شاء الله نقدر نقدم ما يرضي الناس ويرضي المشاهدين. اهلا ومرحبا بكم، وما ننسى كل الفرقه الموسيقيه من ليجي وناجي والبقيه، انا مرحب بهم. ودائما مع بدايه كل حلقه بنسمع واحده من الاغنيات، حنسمع شنو يا طلال؟ نبتدي بغصن الرياض المائد، لانه هي من عيون ومن اعظم ما كتب علي المساح. نبتدي بها ونشوف بعد كده حنشوف حنغني شنو. نعم تفضلوا. Thank you.
هذا الميت معظيم عن غرامك. أنا لو أموت بموت ما حي يبيتني ليه وين ليك رايد سهران ليلي طايل والعين صحات ما هجايب تعبان قصدي ليك وانت ناظر ناظر زايد جفيتني ليك انا ليك رايد وصنع الرياض الماي انا حين هاجرك انت ناظر ناظر زايد جفيتني ليك انا ليك رايد جفيتني بنظر ليمك عايد شفتك زي هلال العيد وفيه وفيه عايد جفيتني ليك وين ليك رايد انا وحبك طرارنا ونشأنا ندايد من زمن الجبال أيام دلال دلال وعدايب جفيتني ليك أنا ليك رايد يا غصن الرياض رايد أنا حين هاجرك انت ناظر نادر زايد يفيدني ليه وين ليك رايد القديم تبين مصايب وجدايد حين يا حبيب كفاي قر العذاب العذاب وشدايد جفيتني ليه وين ليك رايد يا خلاص للحواري الميل دينا حسنك ليك يدوم لا امتلد لا والي جفيتني ليك انا ليك راي يا غصن الرياض الماي انا حين هاجرك انت ناظر نادر زايد جفيتني ليه وين ليك رايد في النشيد وانا شاري
في مدحك بنيت قصر الرشيد الرشيد الشايد. جفيتني ليك أنا رايد وصل الرياض الماهي الناحيني هاجرك وانت ناضي ناظر زايد. جفيتني ليك وانا ليك رايد وانت ناري ناظر زاهي. جفيتني ليك وانا ليك رايد. استمتعنا بواحدة من الأغنيات الجميلة الرائعة بصوت جميل ورائع, صوت الفنان طلال, وحركت كل الاستديو. بعد ما استمعنا محمد محي الدين دارين نمشي مدني, يعني احنا دائما لما نتكلم عن الحقيبه بيجي بالخاطر ام درمان. دارين نمشي مدني ونشوف النجأة بتاعت الشاعر العظيم المساح عليه الرحمه. اول حاجه انا محيي طلال على هذا الاداء الرفيع. نعم. اللي هو بعتبره مدخل زي ما هو قال, يعني بيوري عظمه المساح وابو غريبته, وهو كيف اخترق احساسك من اول وهله. نعم. بالذات في الاغنيه اللي غناها طلال دي, يعني المساح علي احمدانا, يعني لما جمدني هو طفل صغير. نعم. ملامح مدينه مدني في العشرينات, هو أقول في بداية أيام الاستعمار البريطاني والحكم الثنائي, هي يعني كانت مدينة, أقول مدينة طقسية, مدينة تقوم على المحبة. نعم. الطرق الصوفية تمتلئ بها, المقاهي الجميلة الفريدة في نوعها, في حي يعني أم سويغو الحيدة كان بتسكنه جاليات متعددة في الفترة ديك, وأيضا في السوق الكبير كانت بتوجد المقاهي. المقاهي دي كان روادة بيجو, وكانت هي عبارة عن منتديات ثقافية في الفترة دي. يعني ما الناس بتشربوا بس؟ لا, ما الجبنة, ما القهوة والشاي. يعني بيجي فيها المنشد الديني, بيجي فيها المقرئ, بيجي فيها الشاعر, بيجي فيها الفنان, يعني في السياسيين. ايوه هاي هاي. حتى بعد ذلك بدات الانديه يمكن في العشرينات. فعلي المساح يمكن ظهر في الجوده القديم. مدني او مدني القديمه كانت عباره عن حي واحد ممتديا يعني على نهر النيل, وبجاي ام سويقة وبجاي المدنيين, والعلاقات الإنسانية بين الناس كانت يعني متداخلين, يعني متداخل تداخل. حتى البيوت كانت مفتحة مع بعضها البعض. من السمات يعني كانت في مجتمع المدينة مجتمع القبول أو التقبل. كان في جاليات متعددة في هذه في المدينة في كان في الشوام, كان في الأرمن, كان في الهنود المصريين, حتى اليهود, وكان في المصريين ومسلم الأقباط. ايوه ده كلهم. طيب ده كلهم قاعدين كده, كان برضو في تداخل بعد التباين ده, في تداخل. ما هم تجار
يعني العلاقة كانت حلوة بيناتهم. أيوة العلاقة علاقة سوق، علاقة ساكنين في الحي ذات وفي القسم الأول، والناس بتتلاقى وحتى في المناسبات هم بيجوا للناس يعني. نعم. فأكيد بهذه يعني العلاقات وبهذا الاختلاط الجو. بالإضافة للصناعات المتعددة اللي كانت موجودة في هذا الحي، يعني صناعة الأحذية والمراكيب الصرماطية، يعني التجار، أيوة الحرفيين والجروف على النيل، وتتوسط المشهد ده كله قبة الشيخ عبد السيد يعني. نعم. الصوفية بيجاي والأحمدية بيجاي والتجانية بيجاي، فالمشهد كان كله عبارة عن مشهد طقسي، مشهد جميل بجاي. مشهد اجتماعي لابد أن يولد حاجة جميلة ومبدعة، هذا الإبداع يعني. نعم. طيب نحن قبل ما نمشي ونسمع من محمد، أنا ده أعرف محمد الجو يعني، يمكن زي ما الأخ والأستاذ محمد يتكلم عن الجو اللي صنع هذا الفنان الرائع، بتفتكر انه الاجواء دور شنو للفنان يعني يعيش في جو هادي زي ده وجو بتاع ده؟ والله طبعا اكيد الفنان هو ابن بيئته. نعم. يعني البيئه اللي نشا فيها الفنان هي اللي بتشكل ملامح الفنان في شكل مفرداته، في شكل الالحان، في شكل العمل الابداعي اللي بيقدمه. اكيد البيئه عندها الاثر الكبير. فيمكن في تاريخ الحقيبه عموما بنلقى انه التصوف عنده اثر كبير جدا جدا في اغنيات الحقيبه طلعت، يعني حتى من خلال المفردات اللي تناولها الشعراء بتلقى دائما مربوطه بالتصوف. نعم. فده بيعني انه يعني كل الشعراء ديل نشأوا في بيئه بتاعت خلاوي قران وفي بيئه تصوف، فيمكن البيئه دي كان عندها اثر واضح جدا في شكل المفردات انت لو انت لاحظت في الاغنيه بتاعت الشاغلين فؤاد الكدب المساح في مقطع فيها بيقول ونادي الفجر نادى وقال يا اهل الصلاح. نعم. فده ده موري الوقت حاضر وقاموا خلاص وانا الوقت وانا الليل غايم غايم لا خيال، ده دلاله على انه هم ما كانوا عباره عن كتاب، هم كانوا ناس صوفيين. نعم. وبيستدلوا وبيستنبطوا الكلمه من صوفيتهم دي، عشان كده حتلقى اشعارهم فيها بلاغه، فيها بلاغه عجيبه جدا، اللغه ذاتها فيها استنباط فيها مشاعر، رغم انه اغلب الشعراء ديل الغالبيه العظمى منهم اميين يعني. نعم. ما درسوا كده، لكن ده اللغه عاليه جدا. نعم. أنا طيب أنا نحن قبل ما نسمع قبل ما أديك ملاحظة في كلام محمد هسه قبل ما أنتقل منها، يعني التحول بتاع أغنية الحقيبة من 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 يعني الأغاني الزمان اللي هي كان الدوبيت، شغل الدوبيت و يعني شغل الطنبارة، كان تحول للريق. للريق. نعم. طيب سرور جاب الريق ده من وين؟ الريق ده بتاع الأحمدية صح، بتاع الصوفية صح. وبعض الناس بيقولوا إنه هو مشى مصر وجابه من هناك، لكن المرجح انه هو بعلاقته سرور من دم مجدوب. نعم. حي محيى مدني. حي محيى مدني. نعم. وجاء وسكن في الحي المجاور لاسره سعدابي اللي هم احمديه. نعم. والاحمديه بيستخدموا الرق. الرق. هو عجبته الفكره وشال الرق ده ودخل في الغنى، ومن هنا انطلقت اغنيه الحقيبه نحو التطور الجديد. نعم. يعني طيب مع الرق ومع المعلومه اللي انت هديتنا لها قبل شويه، يعني يمكن اول مره انا اسمع المعلومه دي، سمعتها طلال؟ اي انت سمعتها يا محمد؟ والله انا ما سمعتها. انتوا فنانين لازم تكونوا سمعتوها. طيب نحن حنسمع شنو احمد بعد الفاصل؟ حنمشي فاصل لكن ورينا حنسمع شنو؟ حنسمع الشاغلين فؤادي. طيب واحده من الاغاني الجميله جدا. نعم. نحن بعد ما نمشي ناخذ فاصل حنيجي راجعين عشان ما نسمع الشاغلين فؤادي. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء. محمد حنسمع الشاغلين فؤادي. الشاغلين فؤادي تهين فايدين
ايد في البي زارف دمع الماء يقين شغلي فؤادي وتايهين فايقين ايد في البي زارف دمع الماء يا ناس اجتمع قوموا يا أحبة نسترق السماع ما بطيق القادم والبان اجتمع شغلي فؤادي فايدين فايدين يكفي لي يا دارين لو مع أعطاي خدروا لموني العوازل بحال الذرو تايهين في دلالهم تايهين ما دروا الشغلين فؤادي وتايهين فايقين يكفيني بي زارب دمع المايقين سامرت الكواكب لما الفجر لاح نادى الفجر نادى وقال يا هلا الصلاح صلوا الوقت حاضر قاموا هلا الصلاح وانا الليل قايم لخيال ليلاح شغلين فؤادي وتايهين فايقين مع المايقين النسيم عاودني أقوم من نام صاح فكري حاير مشطوب انشطاب يا نسيم بالله تجيب رد الخطاب او عجاه لنيو ما بتحمل عتاب شغلين فؤادي وتايهين فايقين يكفيني بي يا زارف دمع المهايقين ما بياط الضيع من الحالة ديكي أخير لي النجيع وحسرة شباب الميت لي وجيع شغلين فؤادي فايقين فايقين في بي يا زارف دمع Thank you.
شغلي فؤادي هيهي فايقي يكفي البي زارف دمع المايقي شغلي فؤادي هيهي فايقي يكفي البي زارف دمع المايقي يكفي البي زارف دمع المايقي يكفي البي زارف دمع شغلي فؤادي تايهي فايقين اكفي البي يا زارف دمع المايقين استمتعنا بواحدة من الروائع أيضا من الفنان الراغي محمد وأنا بمشي طوالي بعد الأغنية الجميلة اللي استمتعنا بها من الأخ محمد دار أمشي لمدني أرجع تاني لمدني ودار أشوف منو من الناس يعني تكلمت عن الحاجات الاجتماعية وتكلمت عن البيئة اللي كان موجود فيها ونشأ فيها دار أشوف منو من الفنانين اللي كانوا فيه اللي استفاد منه واستفادوا منه في الفترة دي. طيب يعني أنا أحيي محمد يعني برضو على هذا الأداء نعم. الرائع ونحن ناس مدني نكون مبسوطين جدا طبعا نعم. يعني كل ما نلقى زول بيأدي للمساح بصورة الراغية دي والجميلة دي يمكن يعني قوة جاذبية حي المدنيين في الفترة دي وحي المدنيين هو قلب مدينة واد مدني يعني بتلقى شيء غريب جدا جدا انه في المنطقة اللي قلتها عليك دي منطقة سعدابي ومنطقة ودقيحة ولورا امتدادات العشير وكده والدباغة منطقة مليئة بالفنانين والمبدعين ولحد الشارع البحيرية يمكن في المنطقة دي بالتحديد يعني ولد الفنان الشبلي فنان كبير نحن بنعتز به اللي هو يعني محمد احمد سليمان الشبلي ويعني هو ما ظهر اعلاميا وما لانه مات صغير غرقا لكن هو كان سابق للمساح وسابق للكاشف وسابق لعمر احمد عمر احمد سرور كان قبلهم ولا سرور قبلهم ولا معاهم سرور اكبر منهم اكبر منهم لكن سرور جا المنطقه اللي فيها الشبلي دي ذاته من عبد المندوب وسكن جنبهم في نفس المنطقة كان في عوض الجاك ومن قدام شوية كان في الكاشف الكاشف أصغر أو يعني أصغر منهم برضو فالشبلي ده كان بيتميز بصوت يعني يقولوا الناس احنا ما حاضرينه يعني صوت جميل جدا وأدارة فيه جدا جدا وتلحين عالي يعني من ضمن الأول ذول غنى الأغنية اللي غناها محمد قبل شوية شغلين فؤادي و غناء وانت بدر السماء في صفاك نعم. قبل الكاشف اول من غناه هو غناهم الشبلي الشبلي هو يقال يا استاذ انه كان في ثنائيه ما بين علي المساح والشبلي أيوة. حتى وسط الرياض المايد حتى قالوا غناها الشبلي الشبلي بينه كان في ثنائيه بيناتهم كانوا اصدقاء كده الشبلي نعم. هو مبدع يعني وكثير من المبدعين يموتوا في صغارهم مات غرقا وايضا الفنان المبدع الكبير عمر احمد من مدينة واد مدني وبرضه نفسه في نفس المنطقة حتى نفس المنطقة غنى ملك الطيور وغنى يعني كان بدري عليك ثم ارتحل يعني لكن المنطقة دي بالتحديد كان جمعت الجماعة ديل وابتدأت منها هذه الكلمات الرائعة وهذه الألحان العذبة ومما جذب العديد من مبدعي الخرطوم في العشرينات في تلك الفترة صح وهذه مسجله يعني و جذبوا جو هناك يعني ولا جو مدني جو مدني هاي من ضمن الناس الجو شعراء يعني جاء محمد علي عبد الله الامي وعتيق وابو صلاح ويعني عبيد عبد الرحمن و جو مدني كان جو ابداع كده ايوه وجاء كرومه نعم يعني برضو علاقتهم مع سرور علاقتهم مع المساح ويمكن بدأ النجم الكاشف يلمع بعد ذلك العلاقة بالتأكيد علاقة فنية وعلاقة وفيما بعد عرفنا انه برضو المساح جاء ام درمان والتقى بالمبارك
إبراهيم في الإذاعة. ويمكن في الفترة دي قدم بعض الأعمال لأم الحسن الشايقية لكن ما حظينا ب ما ظهرت هذه الأعمال يعني. نعم يا طلال يعني يمكن يتكلم هسه عن مجموعة عوض الجاك عمر أحمد الشبلي الكاش. أنا عايز أضيف حاجة بسيطة معتصم بدون قطع كلامك. الشبلي ده من 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 قوة أداء وجمال صوته يخال بأنه شوف الأغنيات دي كان الشبلي كان مساح توفوا بدري ما في كثير من الأغنيات لكن على قدر السبعة أو ثمانية أغنيات القعدت هي كلها وصل الشبلي بينما أنه هو توفى يعني بدري لكن بدري. الأغنيات من جماله وصلت وبقت قاعدة راسخة قاعدة ومخلدة مع أغنيات الحقيقة كان تداولوها بعد لغاية يوم الليلة يعني. نعم فعلا. أنا دار أقول شنو يعني يمكن قبل محمد تكلمت عن البيئة. نعم. يعني مجموعة من الفنانين يتجمعوا في منطقة زي دي أكيد حيكون في تنافس وتنافس شديد جدا. طبعا أكيد بعدين يمكن كان الميزة الأكبر سمعنا بها أنه المبدعين ديال زمان كانوا مش منافسة فقط وإنما كان الناس نظام الورش منافسة مشاورة. أيوة مشاورة. نعم. مع بعض الأغنية يعني بتطلع بتكون هي محصلة بتاعت آراء مجموعة كبيرة جدا من الشعراء والملحنين والفنانين والسميعة الناس اللي بيكون يسمعوا ويقولوا رايهم. نعم بيقولوا رايهم. يا طلال احنا نتكلم عن الالحان انا دا اسال ليه الالحان دي لغايه الان خالده وانت تكلمت قبل شويه الالحان دي لغايه الان خالده لانه بكل بساطه هي مباشره وجميله وبعدين يعني متداوله ومتناقله يعني من زمن لزمن جاي وماشي لغايه يوم الليله. نعم عشان كده لغايه الان هي متداوله وموجود لانه كلمات رصينه وفيها يعني فيها جماليات لو انت عينتها فيها كل جماليات اللغة. نعم الحقيقة نعم دل خلاها هي قاعدة وراسخة. نعم. نعم. موجودة الـ قبل شوي انت تكلمت عن انه يعني غنياته ما كثيرة عنده غنى تاني ما ظهر مثلا قد يكون فيه يعني قطعا اخ محمد ما اظن يكون كتب له ستة وبس او سبعة زول فنان زي ده يعني. انا قلت لك يعني هو يعني ام الحسن الشايقية هو أداها غنى وكده ويعني عوض الجاك في أغنية تاني يعني أنا سمعتها له وغنى له وكان مشى جبل أولية ويعني هو ما بيدور يطلع من مدن على الإطلاق يعني يمكن تعب من المزال دي وكتب قصيدة وغناها عوض الجاك أنا سمعتها بصوت عوض الجاك لكن المساح هو كان يعني ممتلئ بأشياء كثيرة يعني المساح كتب عدد من المدايح كثيرة جدا جدا وملحنه موجودة في زاوية الشيخ عبد السيد وكان هو بيجي يعني لهذه الطريقة يعني المساح أيضا كتب الكثير من المداعبات الإخوانية ودي بعض الناس حافظينها في مدينة واد مدني وكتب شعر وطني يعني كتب شعر وطني ويمكن التقى بعلي عبد اللطيف عام 22 علي عبد اللطيف جاء مدينة واد مدني وانشا ثورة اللواء الابيض ايوه عمل مجموعة هناك ومن ضمن المجموعة دي اختار ايوه هو انضم له كثير من الشباب من ضمنهم عنده دور وطني كبير علي المساح وحتى عنده قصيدة يمكن دخلته السجن وغاضوا فيها بتتذكر فيها حاجة قصيدة؟ لا يا نتذكر الأربع أبيات الأولى يا ريت نسمع اللي هو هجى فيها يعني الإنجليز وقال أنا دابي بادي في الهجي يا أم ليك حق تزهجي الفي بلاد عربجي يجي عندنا هنا حاكم عام يجي يعني هناك عربجي وهنا حاكم عام لازم يخش السجن البلاد هانت بمجيء الانجليز اي واحد هناك ما عنده صنعة يبقى حاكم عليهم حاكم عام نعم لكن لازم يسجن لازم مع احترامنا لكل اهل الصناعات لكن انا عندي مثلا في حتة الاقلال دي او المقل دي حتى لو كان مقل مع انه بعض الناس مثلا بيقولوا انه كان عنده شنطه كبيره بتاعت حديد وبيخد فيها حاجاته دي لكن بتنقل من حته لاخرى خلاها في حته اي قد تكون او قد يكون الزول اللي عنده هو توفى ايضا الكلام ده ما صار له 95 سنه بيكون يعني هو المساح توفى سنه 66 لكن مما بدا والشعر وكده يعني قريب له قرن يعني والله استاذ محمد ان شاء الله الشنطه تكون قاعده ان شاء الله مفروض لكن حتى اذا كان مقل هل الاقلال
يعني يحرم الزول من انه يكون ابداع وزايع الصيت وكذا. الطيب صالح ما كتب كمية من الروايات صغيرة جداً خالدة وبقى في المئة روائي عالمي يعني ما دخلته التاريخ. يعني القلة لا تعني عدم الإبداع. نعم. ولا لما كانت هذه الأغنيات لحد الآن خالدة يعني يغنونها استطلال ومحمد. برحب بكم من جديد وبرجع للأستاذ محمد. أستاذ محمد، تكلمت قبل شوي أنت عن الصوفية والمديح، أنا لاحظت هو في النهاية بوقع باسمه، والكلام ده أنا لقيته في المديح كثير جدا. في علاقة بتربط بين توقيع اسمه والمديح واللي هو بيقصد شنو من الله؟ ربما يكون المساح يعني يكون زي كلامك ده أخذها من المديح، يعني المادح في كل قصيدة بعد ما ينتهي منها وبيذكر اسمه وبيطلب الاستغفار وكده. نعم. المساح ذكر سموه التوقيع مش كده؟ توقيع توقيع نعم توقيع. يعني توقيع المساح هي. وقع في نعم. أكثر من قصيدة يعني في الشغلين فؤادي ذاته يعني ناشي القول أخيك المساح علي حالته صعيبة واصل يا محمد علي محمد علي الأمي الشاعر وفي وأنا المساح كان زين دواعي أيوة. قلت أنا قبيلتي نعم فهو بيدخل اسمه في القصيدة في القصيدة دائما بيدخل اسمه نعم. يعني في عدد كبير من القصائد يعني ده الى ان تقوم الساعه ما حد ينسي قصيدته دي لزول ثاني ثبتها في خدت الختم بتاعه ختمها الان الحياه دي ما عندي شغل في اغنيات زي دي ولا ما مازن والله ما كثير ما بقت موجوده الاغنيات دي والتوقيع ده ما كثير بعدين اغلب الحاجات يمكن تلقى فيها توقيع شاعر في النهايه دائما بتكون في المدايح النبويه المدايح النبويه ايوه ده باكد انه هو كان قريب من ايوه في الصلاه دائما في الصلاه في الاخر يعني دائما بيقوم الراوي بيقوم بوقع اسمه بوقع بوقع لكن في الاغنيات الجيده ما في اغنيات ما في طلال عندك تعليق في هو والمساح طبعا اغنياته كلها ما تدونت نعم بيقول لك لاسباب انه كان مسجون بعد ما طلع من السجن زهي من الكتاب وكده واشتغل في الحياكه يعني مع ترزي كده واشتغل في الحياكه وكده وعشان كده ما اغنياته اغلبها ما تدونت لكن انا بذكر في نعم في سنه 99 في اغنيه انا غنيتها وكانت للمساح قدر ما فتشت عليها ما لقيتها وقالوا لحنها واحد اسمه احمد الجريف او احمد الجريفاوي وغناها كان مغني برضه ما موجود لا بس انا عايز اقول مقطع منها شوف بيقول بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا بالله يا نسيم الصبا جيب لي شدا الخور ربا يا نسيم جميلة كله ما مسموعة ما مطروعة مطروع أنا سمعتها للأمانة عن عباس تلودي بس لكن أنا ما سمعتها حنرجع لطلال يمكن دانا محور مهم جدا العمل عمل الفنان زمان يعني هم يعني يمكن بيحترف يلغونا بالنسبة لهم هواية ما احتراف يعني ما اشتغلوا عشان يمشي يجيبوا قروش أو ال- 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 كان هو شغال هو كان أمي وكان شغال ترزي ده نتكلم عن ال- 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 النقطة دي بالذات يعني يمكن طرقت لها قبل شوية أيوة هو يعني المساح بدأ في حي المدنيين ذاته واشتغل مع ترزي وكان بيعمل العراوي والزراير دي نعم زراير دي طبعا هو شغل بتاع الصبيان فدي دلالة عن كان
يعني الصبي يعني. فلما كبر شويه برضه هو يعني اشتغل في الترزيه واشتغل في بيمشي اي شغل الاقمشه ده. يعني ورونا ناس الرواء انه كان بيمشي الحصحيصه بيشيل ما يخيطه ويبيعه يعني. وعلى الاطلاق ما كان عاطل, كان بيشتغل يعني. وهذه الاسفار ربما وهذه التجارب كلها والعلاقات والكلام اللي قلناك به كله وما فتح ذهنه وشحذ عبقريته. نعم. اسم المساح ذاته ودي ما لغب. من وين؟ لغب يعني اختلفوا فيه الناس, فبيقولوا كان بيمشي كثير يعني بيلف كثير يعني بالحواري بتاعت المدينه بالازقه يبيع البحر حتى بالتامل للتامل. أيوة. يعني او للزيارات او يعني لاكتشاف الاماكن يعني الجميله. ايوه كان متحرك في النقطه دي يا استاذ. يمكن نعم يمكن في النقطه دي يعني بنلقى نحن كثير جدا من شعرانا والمبدعين في الوقت ده كانوا هم كلهم اصحاب مهام مختلفه. ايوه صح. حرف فعلا. يدويه او يعني قليل جدا منهم ما تلقى واحد فيهم عنده وظيفه مكتبيه يعني. عندي حقيقه مهن الوقت ده يعني. أيوة. يمكن يكون لا 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 المهن دي ذاتها خلتهم اكثر التصاق بالمجتمع وفيها عشان كده بتلقى القصائد ذاتها بتلقى فيها حاجات مستنبطه من ايوه من داخل المجتمع مرتبطه بالناس. عشان كده بقت الاغنيات ذاتها قريبه للناس والناس لها سحاب ظاهر. يا معتصم البساطة يعني هسه شغل المساح ده رغم أنه في تلقى كلمات يعني لغة عربية فصحى واستخدام لزوم ما لا يلزم, يجيب كلمات زي قصر الرشيد الشايد وهاروت وماروت وما بعرفه, لكن البساطة بتاعت الكلام والبساطة بتاعت التركيب دي ذاتها نوع من الإعجاز يعني. نعم. ونوع من البلاغة يعني. فعشان كده بنلقى إنها يعني تصل لقلب الناس بصورة وبتستغل جوا. نعم. يعني يمكن البساطة اللي تكلم عنها وقبل شوية محمد, الحاجات دي كلها نحن كشعب سودان عندنا ميزات يعني. الحاجة البسيطة دائما نقبلها. نعم. ويا محمد أنا دار أعرف من حتة إنه المساح قال هو بيتحرك كثير, نحن بيقولوا دائما المبدع قلق ما بيستغل على حاله واحده. يمكن تكون الحاجه دي موجوده. لا اكيد طبعا هو حاله القلق دي حاله ملازمه للمبدع دائما. نعم. المبدع ما بيقدر يستقر في محل واحد مسافه طويله. نعم. ما بيقدر يكون على حال واحد روتيني. اي ما ممكن يعني. نعم. يعني عشان كده بتلقى دائما المبدع ما بيقدر يتغيد بوظيفه. نعم. صعب انا سافرت لمسافه طويله يعني. نعم. يجي يوقع ويجي ايوه دخلت امتين وطلعت امتين ليش اطلع ما هي الكلام اطلع يعني عارفه كويس ليش اطلع في حاجه ثانيه يا معتصم. في اعتقادي انه في الزمن ذاك ما كان في تباين اجتماعي. نعم. ما كان في تباين اجتماعي. الناس كلها بتاكل العصيده. نعم. والناس كلها والبلد ذاتها كانت بسيطه. نعم. ففرصتك للتامل كانت كبيره. نعم. هذا البحر وهذا الشجر وهذه الخلوه وهكذا يعني. وهذا الناس ما في مشاكل والناس معي واللي بدعمه. ايوه. نعم. يعني اثباتا لكلام طلال يعني انت اذا مسكت اغاني الحقيبه ما تلقى فيها قصيده تخلو من مفردات الطبيعة. نعم. صح. نعم. طوالي يعني هسه المساح طوالي مع الحمامة. نعم. حمامة الغصون غصون صداحة والأغنية الثانية يعني لما تعب غصن الرياض المائي. غصن الرياض المائي. نعم. الشجر حتى الطيور بيصفوها الناس بالتشوم هو جابها يا غراب في القصيدة اللي حتغنيها. نعم. محمد بعد ما استمتعنا بالكلام الجميل والرائع من أستاذ محمد وطلال ومحمد حسن حنسمع شنو يا محمد الأغنية دي؟ حنسمع أنت بدر السماء في صفاك. يعني حنمشي للبدر فوق. نعم. نعم. نستمتع بهذه الأغنية الجميلة الرائعة ثم نعود لنتواصل. السما في صفا كلي عن عيني ما خفاك حبيبي متى وفاك. انت بدر السما في صفا كلي عن عيني ما خفاك حبيبي متى وفاك. No.
سماك أنفاك حبيبي الممات والحياة بين شفاك الممات والحياة بين شفاك الممات والحياة بين شفاك الممات والحياة بين شفاك بنفور الصبا في صفاء حبيبي متى وفاء انت بدر السما في صفاء قل لي على عيني ما خفا يا حبيبي متى وفاء حبيبي خذي زور الطيفك عسى خذي زور الطيفك عسى خذي زور الطيفك عسى خذي زور الطيفك عسى يا حبيب القسى سيب قسى حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي وفا قالوا بدر السما ما شروا قالوا بدر السما ما شروا قالوا بدر السما ما شروا الحماه ومنعوا النور حبيبي توفى خد زهري وسن البروق خد زهري وسن البروق خد زهري وسن البروق خد زهري شوفه انا ما بروح حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك حلال زمن الجهل بنتي لا للربع في السهل حبيبي من شروقنا بنشرب نهل من شروقنا بنشرب نهل من شروقنا بنشرب نهل يا زمان هل بنعود هل يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفاك قل لي عن عيني ما خفاك يا حبيبي متى وفاك حجب فيه النون والهلال حجب فيه النون والهلال حجب يحكي النون والهلال طرف فيه الحياة والدلال حبيبي وفاك
فيه الدر والزلال ماهو فيه الدر والزلال ماهو فيه الدر والزلال ماهو فيه الدر والزلال أجيد أدلع صبي التلال يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا اغل على عيني ما خفا يا حبيبي متى وفاك انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي يا حبيبي انت يا حبيبي يا حبيبي انت بدر السما في صفا قل لي عن عيني ما خفا يا حبيبي متى وفا برحب بكم من جديد بعد ما استمتعنا أستاذ محمد بدي للفترة اللي يمكن ظهروا فيها مساح ومجموعته ظهورهم ده ترك شنو في مدنين أثر تركه شنو جميل جدا لكن ما تخلينا نرجع دقيقة كده لمحمد جدا الأغنية فاتت يعني قبل ما أنسى يعني الأغنية يعني الفاتت دي يبدو لي المساح كان في مزاج عالي ولطيف ما في اي بكا ما في اي دموع يعني اي هو والحبيب واي الجهل والطيب ولا شنو طلع من الحرقه الشديده ديك ويعني في صفاء نعم العلاقه بتكون كويسه الوقت ده كان هي ربما 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 ف يمكن يعني او بعتقد انه يعني اساسا زي كلام طلال الجبيل انه الشبلي يعني متفرد الشبلي ذو امكانات عاليه من خلال الحانه صح ودي رؤيه بتاعت فنان طبعا انا يعني خلاص ضمنتها طوالي لانه نحن ذاته راينا كده نحن شعراء وكتاب لكن بنرى كده وجود الشبلي ووجود يعني المساح في المنطقه دي زي ما قلنا جذب عديد من المبدعين للمنطقه هاي في الفتره دي انا قلت قبل انه الكاشف و و عوض الجاك عمر ها عمر احمد عمر احمد ديل كانوا كورس كورس هاي كورس لمنو كورس للشبلي بدايه نعم يا سلام كانوا بيصفقوا ايوه ما غنوا هاي جزء من الشغل وبالاضافه لعبد الرحيم الامين صاحب الرشيم الأخضر والخديد الأنظر هم سبب أعلامي هو برضو طبعا مدني يعني هاي ف بعد ما انتهت الفترة دي اللي العشرينات وفترة عمر أحمد وعمر أحمد مات يعني صغير وشبلي مات صغير الثلاثينات طوالي يعني هبت شالونا ده ناس الكاشف أيوة كاشف كاشف وعمر احمد والهندي اخوه عوض الجاك وما حدو بعد ذاك لظهور الخير عثمان طبعا نعم ف يعني انا بعتقد انها دفعت فتره ادت الناس دفعت ايوه يعني فتره يعني انضجت الحركه الفنيه في مدينه واد مدني وبعد ذاك طبعا يعني انطلقت الحياه الفنيه وظهر من ظهر من الفنانين العمالقه والكبار بعد ذاك طيب سرور كان وين في الوقت ده؟ سرور جه الخرطوم يعني هو عاش معاهم فتره غنى معاهم في أيوة مدني ايوه قعد فتره وغنى فتره في مدني ويعني حتى بعد ذاك انطلق انا وجدت في كتاب اللي هو مدني بعيون طفل وذاكره رجل لعبد الرحيم سالم انه نغيم فاهك يمزين دواء يعني لحنها وغناها سرور هو مدام قاعد وموجود مع الشله دي المبدعه دي اكيد هو بيلحن هو اكبر منه اكبر منه نعم طيب محمد انا دا اعرف انت بتختار يعني طلال جبيل ضمنيا قال بيختار الاغاني الحقيبه
اللي مشي عليها الراحل ابو داود بيمشي عليها طوالي. نعم. انت 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 بتختار كيف؟ والله انا انا طبعا الاختيار في الاساس انت بتختار الحاجه اللي بتشوف انها هي بتوافق صوتك وامكانياتك. لانه هسه في اغنيات كثير جدا هي جميله انا احب جدا اسمعها لكن ما تغنيها، لكن ما اغنيها لانه حاسس انه انا لو غنيتها ما حاجيده. فعشان كده احسن تخليها للناس اللي بيجيدها تغنيها زول ثاني. نعم. ولا شوف لك زوز يا ابو داود. اي مش كده. فلكن طبعا اغنيه الحقيبه هي كلها اغنيات جميله جميله جدا ومتفرده. وكل اغنيه عندها طعمها المختلف وعندها مساحات المختلفه وحتى الكلمات ذاتها مختلفه عن بعض. فاكيد هي اختبار حقيقي للفنان. نعم. زي ما قلت انت بدك تختبروا بها في الاذاعه. وغناء الحقيبه حقيقه هو مسؤوليه، والله مسؤوليه كبيره جدا جدا للفنان. نعم. يا اما انت اجدتها يا اما سقطت في الامتحان. ده وبتبقى يعني نقطة سوداء في تاريخك. نعم. وخاصة انه نعم. الناس الكبار والصغار بيحبوها. نعم بيحبوها جدا يعني بيستمعوا لها الناس الكبار والصغار يطلعوا. اكيد على فكرة زمانك والهوى عوانك او اعوانك من الاغنيات اللي كانت في لما تمشي تجي صوتك في الاذاعة. نعم. في زي سبع اغنيات كده من ضمنهم زمانك والهوى عوانك. انا جبتها برضه. هاي يعني انت المجروح زمانك هاي كانت قاعدة مكتوبة يعني مكتوبة. نعم. قاعدة اغنيات معينة يعني ما تجينا باغنية غير دي. شوف انت عندك اغنيتين اغنية حقيقية واحدة من السبعة ديل. تختار واحدة حقتك خلاص. حقتك دي بيسمعوها كده لكن دي القاعدة في الليست عندهم واحدة من السبعة دي المقاس لازم تجي دي. ليه؟ لأنه فيها الأداء الصوتي فيه تدرج ضمن هذا الحقيبة. نعم. فيها الغليظ وفيها الحقيبة. زمانك والهوى عوادي أحكم فينا هذا واني أهواك فطي سلواني. التدرج ده يا طلال برغم أنهم ما قروا كيف الشغل ده كيف كان؟ ما ما زمان شوف هو أغلب الألحان دي مستنبطة كانت من المدايح. والمدايح كلها شكل الأداء بتاعها كده فيه فيه تصاعد فيه هبوط. أيوة. كده ودائري. نعم. فأغلب أغلب أغلب الألحان الألحان الحقيبة دي وأغلب كتابة كانوا ناس مصوفين الوقت ذاك. الصوفية كانت غالبة يعني. نعم. الدراسة كانت خلاوي وهكذا. فحتلقى الألحان مستنبطة من 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 شكل المدايح كانت حايمة في الوقت. حتى حتى هم أمين يعني كثير منهم أمين يعني حاجة طبعا. حاجة غريبة. نعم. لكن لكن دراسة الخلوة دائما بتثقفك ثقافة دينية ولغوية عالية جدا جدا. نعم. القرآن الكريم اكيد يعني ما في كلام ثاني. نعم. بعدين في حاجة ثانية انا داير اضيفها قبيل على الكلام الاستاذ محمد. اي شوف اغلب اغلب مدن السودان كان فيها ابداع. نعم. كان فيها ابداع لكن أكيد. لكن الخلة مدني متميزة ليه؟ لانه مدني فيها فنانين كتار انتقلوا الخرطوم لقرب المسافة. نعم لقرب المسافة. انتقلوا الخرطوم وانتقلوا بالارث الثقافي الغنائي اللي كان موجود في مدني نقلوا. نعم. ده سبب خلوا اغنيات علي المساح عايشه لغايه الليله. نعم. انه تناقلوها من بعد وفاه الشبلي تناقلوها سلكاشي ومرورا لغايه ما جو الخرطوم رمضان زايد ورمضان زايد. جو الخرطوم وواصلوا بها عشان. نعم. كده عايشه معنا لغايه وهي لو لاحظت يعني هي اغنيه ام درمان يعني خلاص الناس انطبعت في اذهان انه اغنيه الحقيبه هي اغنيه ام درمان. نعم لكن الان احنا بنلقى انه هي اغنيه في مدني. صح. الامي على ما اعتقد ما هي مدني من اللبيط. نعم. او او يعني ما من الخرطوم قصدي. ما من الخرطوم. وحتلقى حتلقى اغلب الشعراء من مناطق لكن جو استقروا في في ام درمان مثلا. نعم طيب. وطبعا مدني وام درمان مدينتين متشابهات في الطقس الثقافي في التفاصيل في كلها حتى في الجاليات يعني. حتى في الجاليات موجودة هناك موجودة هنا. أي ثم ثانيا ده هو وسط السودان. وسط السودان يعني ساعتين. صح. المسافة ما دي أغنية الوسط. يعني ساعتين دي ذاتها مسافة ممكن تكون جوا الخرطوم من 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 حتة لحتة. صح. صح. يعني أنت ممكن توصل مدني وداخل الخرطوم واحد ما توصل البيت. نعم. طيب ده ده بيغني لي سؤال منو يتأثر بمنو يعني المساح يعني منو من الفنانين اللي يتأثر بهم في الفنانين الحقيبة في فنانين محددين يتأثر بهم المساح ذاته يعني. نعم. المساح. طبعا المساح ما كان شاعر. فممكن يكون شاعر يتأثر بشاعر يعني مش نعم من شعر أبو صلاح العبادي الناس اللي سبقوا يعني تأثر ببعض كان في كان في كان في تواصل بيناتهم يعني كان في تواصل ما انا قبل قلت انه كان في زيارات بيناتهم. وهم جو مدني وعبيد ودردي و كده وكان في شاعر كبير من الشعراء القوميين دول في مدني شغال في التسجيلات تسجيلات تسجيلات اللاعبين ولا الاراضي عشان تطلعوا الاراضي انتم مجرد التسجيلات طالع من كده مجرد انت ما قلت التسجيلات طلال فكر طوال في الكوره. نعم. فا اسمه ابراهيم الطاش. نعم. فكان بيجوا بيقعدوا لكن انا عندي راي صغيرون كده
يعني هي أغاني الحقيبة وشعراء في تشابه كثير بيناتهم، لكن يبدو لي شوية كده المساح في اختلاف، في اختلاف يعني أنا لما أجنب أسمع قصائد كثيرة جدا في شعر الحقيبة وبجمالياتها طبعا وبموضوعها وكده يعني، وبصفوا الناس يقول لك الحسية إن شعراء الحقيبة، أنا وصف الفتاة شعرا وجسدا وحركة وقياما وقعودا وكده بالتفاصيل يعني. نعم المساح ما عنده كلام، ما عنده في قصائده كلها ما موجوده والله تقريبا ما موجود، ما غنيته هسه الكلام ده ما موجود كلها حصته يعني. في سبب ثاني استاذ محمد، لو لاحظت اغلب شعراء الحقيبه كانوا متواجدين في امدرمان، وبالتالي بيتاثروا ببعضهم يعني، ده بيطلع قصيده ده بيسمعها بيقعد لها ده بيعمل مجاراه، فكان الجو العام مع بعض او البيئه اللي بينتجوا فيها القصيده كانت واحده. المساح كان بعيد منهم، وبالتالي جوه مختلف ورؤيته مختلفه وبيئته مختلفه، عشان كده حتلاقي قصايده فيها اختلاف، فيها شويه كده تحليل منطقي. النقطه الثانيه يعني هم زي ما قال اتفقوا وبيقروا لبعض وكده، عندهم المقدمات واللي هي بعد ذلك تتخذ رميات وياخذ يحقق صح وشنو كلامنا الجميل ده كده وبتاع رميات المسح ما عمل كلام زي ده على الاطلاق يعني، خش طوال يعني اغنيه الشغل زي ما انا قلت قبل، والمسح يعني ماهر في التغنيه بتاعت كتابه القصيده. نعم. طوال بيخترق مشاعرك من الداخل ويجذبك بتكون وانت تستمع معاه طيب لحد نهايه القصيده، هو بيشدك بصور شعريه بيرسمها سواء كانت بوجده الشديد، سواء كان ببكاءه، سواء كان بعشقه الحارق لهذه المحبوبه. طيب نحن يعني بيجذبنا الان برضه طلال لواحده من الاغنيات الجميله، طلال حتغني شو؟ زمن الخاين ابدور لشهود ظلمك باين جابت لاخي انا ما هو عشان كده قصيدته متنوعه. نعم فيها الاغصان وفيها البكا وفيها الخيانه، لكن الدموع اكثر موجوده برضه هنا موجوده. نعم نسمع عن الظلم، ظلم الزمان. نعم نسمع مع طلال هذه الاغنيه الجميله. ما بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زمن الخاين، ما بدور له شهود ظلمك باين جافيت النوم زمن الخاين، حب لك واضح يا جميل عذري يا بيت النوم زمن الخاين، في هوايا البيت يا بدري من بدري، في هوايا البيت بي من بدري، سير هوايا البيت يا بدري من جافيت النوم زمني الخاين، ما بدور لشهود ظلمك باين جافيت النوم
زمني الخايف. يا فيت النوم زمني الخاين. طيب حبيبي اليوم زار بعد هجع. يا فيت النوم زمني الخاين. كل محاسن تجي فيه مجتمع. يا فيت النوم زمني الخاين. كل محاسن الجيل فيهم يجتمع. يا بيت النوم زمني الخاين. لو أفوز برضاك يا جميل رجع. لو أحوز برضاك يا جميل رجع. أنا لو أحوز لرضاك يا جميل رجع. لو أحوز رضا يا جميل رجع. يبقى عيدنا معاك يا بهيد طلع. جافيت النوم زمني الخاين. ما بدور لشهود ظلمك باين. جافيت زمني الخاين. ما بدور له شهود باين. يا بيت النوم زمني الخاين. ما بدور له شهود ظلمك باين. يا بيت النوم زمني الخاين. ما بدور له شهود ظلمك باين. يا بيت النوم ما بدور
دور له شهود ظلمات وباين يا فيت النور زمن الخاين. أرحب بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. يا طلال، ما بدور لشهود ظلم باين. لما ذلك عن الظلم ما بدور لشهود إنه حقيقة يعني غناء أو أشعار هذا الشاعر الرقيق المساح ما ده اللي زول يشهد إنه يقول الشعر ده جميل ورائع. واضحة واضحة من كلماته ومن دلالاته ومن من المعاني اللي فيها. واضحة واضحة. أي زول بيعرفها. آه يعني أنت ممكن تفرز شعره على المساح. أبدور شهود ظلمك باين جافية النوم زمن الخاين. نعم. أشعاره بالجد متفردة. يعني ما محتاج زول يقول لك ده حقة المساح وده حقة. معروفة. مختلفة فيها اختلاف. مع اختلافه ده نحن هناخد فاصل مشاهدي الأعزاء قصير ثم نعود نتواصل مع هذه الأغنيات الجميلة الرائعة والضيوف الجميلين الرائعين اللي جملوا هذه الحلقة بجميل الأغنيات وجميل الأداء كمان. نتابع بعد الفاصل. أرحب بكم من جديد واستمتعنا يعني بكلام جميل وكلام رائع ومدني. نرجع لمدني ودور الكبير اللي قامت به يعني حتى الآن يعني يمكن بنلقى مجموعة كبيرة من الفنانين يعني زملاء طلال ومحمد الأمين وعركي مجموعة كبيرة من الفنانين رمضان حسن. أنا دا أعرف إنه زي ما قال طلال قبل قال في بتحس إنه الغنى بتاع المساح بيختلف فيه اختلاف. الحكايه دي حقيقيه وصحيحه يعني انت من خلال متابعتك لاغنيات الحقيبه وبحثك بتجد الحاجه دي؟ يعني بتعرف دي اغنيه المساح من اغنيات الثانيه؟ طيب انا برضو باكد على كلام طلال ثاني يعني انا قبل في كلامي قلت انه اذا كان معظم الشعر الام درماني ده مطلع على الفرح شاعر حقيبه برضو. نعم. عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال يومك وانت يا الكبرتوك والبنات فاتوك في القطار فاتوا كده. عنده لونية خاصة الفرح برضو معروفة يعني. قلت انه يعني المساء على الاطلاق ما اشتغل بالحسيات. يمكن لو في يكون لمسة كده ساي لكن ما كان هايس بالنسبة له. عنده جلخص الكلام ده كله في القصيدة اللي غناها طلال. أنا أحب لك يا واضح. جميل واضح يا جميل عذري خلاص دخص المزال. الحب العذري ده معروف في الجزيرة العربية مجموعة من الشعراء كان حبهم عذري. ناس غيس غيس من ملوح. نعم. وجميل بسينة. نعم. وكثير عزة. نعم. وإني لأرضى من بسينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله. هكذا ما يعني اللقاء ما في دس. اللقاء لأنه ما عنده حاجة ثانية. اللقاء والنظر وتأمل المحبوب محبوبة ثم يحترق داخليا بعد ذلك. نعم. ففي ثنايا القصيدة يعني تلقى كلام جميل جدا جدا. يقول أنا يعني كل ما أنصب الشرك هذا الشرك ما صاد ما صاد رغم انه انا اكون بالمرصاد. هو يعني ناس بالشرك للمحبوب ولا لشنو؟ الشرك اي اي وما يتكلم عن هذا الشيء وانه اساسا لا يجد هذه اللقيه طوالي. لكن القصيده جميله جدا ولخص فيها يعني حبه العذري وحبه الصافي لمحبوبته. يا محمد الشرك طبعا الشرك الان ما زي الشرك زمان. الان الشرك كبير وممكن يصيد. نعم. وزمان الشرك كان صعب ده يمكن بدي الناس خيال.
الان الشغل بقى عملي اكثر يعني في 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 الميديا في، لكن زمان دي بتدي للواحد خيال اكبر عشان نعم. يقدر كيف يقابل محبوبته وكذا، ودي بتخلي الواحد مبدع اكثر. والله طبعا اكيد الشاعر كل ما يعني اطلق العنان لخياله بيكون الابداع بيكون اكبر مما نعم. بتشوف الحياه كلها قدام عينك نعم. يعني الان زمان الشاعر لما يكتب عن محبوبة لمجرد انه لمحة، مجرد لمحة طلعت دفقت موية، عملت كورة قالت حريقة طلعت شافت، حاول يخفي نفسه، هل يخفي نفسه؟ مجرد لمحة منا نعم، مجرد لمحة نظرة ممكن يشكل فيها قصيدة، ثلاثة قصائد اربعة قصائد خيال منخفض، لكن يمكن يكون المنع ده هو واحد من اسباب الابداع يعني، لانه دائما الحاجات المتاحة كده ممنوع مرغوب، الممنوع مرغوب هاي نعم. فيمكن الان انا بعزي انه الابداع برضه قل لانه الحاجات متاحه يعني نعم قدامك جدا اي قدامك نعم. ما محتاج نعم. انه شغل خيال في الليل وتتامل في النجوم و... في ناس بيعينوا ناس بالليل يا زمان يعني ولا شغالين كلهم واتساب يعني زمان اطلال برنامج الحفله ده سواء كان البنات او الاولاد، هو ده البرنامج يعني اللي هو تنصب فيه الاشراك يقول لك شرك هاي الزمان يعني نعم. فكل زول بيقعد كده، فاما هذا الشرك في الحفله يعني اصاب وخدمه المزله بزواج او كده او كده او بيشوف بعدين بعدين معتصم شوف او بكلمه يعني زمان زمان البلد كان فيها مساحات نعم. يعني انت الليله بعد الحفله عشان ترجع لبيتكم بتقطع ظلمه نعم وفيافي وقد تقطع زراعه وهكذا، في المساحات دي كان مخليهم يشوفوا النجوم ويشوفوا القمر ويتأملوا ويغني للظلام نعم والجمال وكذا نعم. لكن الآن نجوم تعلمهم بالعمارات يعني المفرد اختلفت لاختلاف الزمان والله هذه حقيقة يعني أنا ناسي لو سألت فيكم زول شاف النجوم 200 ما يمكن تكون شفتها قريبا. القمر الآن برصدوها بالرصد ويقول لك الله القمر طلعت نعم. الجو الزمان أيام الحقيبة هو كان مساعد الناس تماما بالتأكيد يعني بالتأكيد، وحتى الحياة القبيلة طلع أتكلم عنها الحياة الحلوة بين الناس ذات أدت الناس دافع يعني ذهنك خالي ما عندك مشكلة ما عندك أي حاجة تعكر عليك خيالك. شوف يعني أنا في رأيي أنه الحياة جميلة ذاتها، الحياة القائمة على الود وعلى التعاون وعلى المحبة هي نوع من الشعر ذاته نعم. نوع من الشعر يعني قصيدة ممتدة يعني. الآن زي ما قلت يعني وسائل الحياة الرهيبة دي والحواجز والموانع والكده يعني والرقة الشفافية دي أنا يبدو لي ذاته المساحة لو جعسة في الوقت ده هل حيكتب هذا الشعر سؤال منطقي بهذه الشفافية وبهذه الحرقة وبهذا الجمال وبهذا الشحن يعني نعم. ولو جه شبلي نعم. هل حيعمل مثلا بنفس يعني الجمال ده يا طلال السؤال ده أنا موجه لك، هل بتفتكر أنه كان ممكن الحاجة دي تكون فيه ولا بيكون لو إحنا أخذنا مثلا قلنا الشبلي وعلى المساح في وقتهم. الآن في ناس بيكتبوا شعر كويس ورصين، في مغنيين بأصوات جميلة وفي كده، لكن الطرح الآن مختلف عن زمان نعم. نعم. الطرح بتاع زمان ذاك في ناس بيكتبوا الليلة لكن ما لاقين رواج، ما لاقين ليه؟ لأنه البيئة اختلفت والتناول اختلف وجماليات بالذات اختلفت. زمان أيوه. كانت شلوخ نعم، والآن الميك اب يعني في كل حاجة مختلفة. هو يمكن مستغل كلامك، كان معنا أستاذنا بشرة قال لي شروخ، قال لي حتى الدمعة لما تنزل بتجيب في الشلخ دي كان علامة جمالية علامة جمالية نعم جمال والضفاير يعني كان في حاجات نعم. الآن الزمان مختلف، الزمان مختلف والطرح مختلف والزمن انتهى نعم. نحن قبل الزمن ما ينتهي أنا دار أقول يعني رسالة يعني كتر خير الشروق وزهرة الروض اللي قدموا لنا شاعر على المساح وخلونا نعمل الإضاءات الجميلة دي عن حياته وشعره. أنا تضافر باقي الجهود عشان أطلع له ديوان مجموعته، حتى القاعدة دي بتعمل مع المدايح بتاعته مع آفاق بتاعت حياته مع تسجيلات بتاعت ناس كتب عنه أنا يعني بوجه شغلي ده يعني الناس اللي في مدني الزينة المهتمين بالبحث والثقافة الأهلية عملنا مجهوداتنا ودي واحدة منها وشكرا تاني لقناة الشروق، لكن المجهود الرسمي نحن عايزينه من الأجهزة الثقافية الرسمية عشان هي تقوم
تجمع هذه المزألة وتطبعها في كتاب ما كثيرة على الشاعر العظيم بهذه العبقرية. نعم، نحن بنضم صوتنا لصوتك وإن شاء الله يكونوا بيسمعونا الآن. وأنا بحيي كثير جدا الأستاذ والقاص والشاعر، وإنت جيت من مدني، بنحيي كثير جدا الأستاذ محمد محدين. شكرا لك كثير. وشكرا لكم، يعني شكرا برضو الفرصة اللي خلتني يعني ألاقي هؤلاء الشباب المبدعين وهؤلاء العازفين المشرقين وناس الشروق من جديد. يمكن أنا جيت هنا قبل سنتين ثلاثة يعني. نعم اشتغلنا مع بعض. نعم أنا بحيي كثير جدا وبشكرك، وبشكرك الفنان الشاب محمد حسن حجر خضير، وحقيقة أنا امتحتنا. شكرا لك كثير. والله أنا سعيد جدا جدا كنت معكم في الحلقة دي، وسعيدت جدا بالحوار الثر من خلاله، حتى الواحد عرف معلومات جديدة كانت خافية عليه، وسعيد جدا وبتمنى أن أكون وفقت في أنه أقدم أعمال الأستاذ على المساح يعني. نحن سعدنا بك كثير، والأستاذ الفنان الشاب طلال سعدنا بك كثير جدا وامتحتنا. شكرا يا معتصم للمساحة الجميلة دي في زهرة الروض برنامج المشاهد، وشكرا لأنه أنت يعني اديتنا فرصة نتغنى لعلي المساح هذا الشاعر الجميل، وأتمنى أنه يكون مداخلاتنا يعني كانت على قدر الحلقة، وإحنا طبعا أقل قامة من أن نتناول شاعر كبير زي ده ونتناول الحقيبة، ولكن كنا بأنه كنا قدمناه وينال إعجاب الناس. أشكرك وأشكر قناة الشروق والكاميرات وكل في الكنترول كله. والفرقة الموسيقية نعم. ناجي والتاج وناجي وسامر، سامر ده من مدني ومدني حاضرة معانا نعم. يعني مدني دي فيها إبداع في كلها حاضرة نعم. معانا موجودة معانا هنا نعم. مدني. وأنا حقيقة استمتعت كثير جدا، مش استمتعت بغناكم بس زي ما استمتعت بحديث الطيب من الأستاذ، أيضا مداخلاتكم كانت جميلة ورائعة وأزعدتني جدا. ونحن حنسمع شنو في النهاية حد يمل لنا الحلقة بشنو محمد؟ حنسمع نغيم فاهك يا مزين دواي نعم. شفاء البجبة قواي نعم. الحمد لله احنا في النهاية في شفاء، وبحييكم وبحيي كل المشاهدين تابعونا، وإن شاء الله حنلتقي في حلقات أخرى مع شاعر آخر، وحنلتقي أيضا بالأستاذ محمد وبمحمد وطلال في الحلقات القادمة. وحتى ذلك الحين لكم دائما أحلى تحية. شفاهك يا مزين دواي، شفاي البجبور قواي. شفاهك يا مزين دواي، شفاي البجبور قواي. شفاهك يا مزين دواي، شفاي البجبور قواي. حبا رتبت واي، كمي صبري وزاد جواي. شفاي البجبر واي، ورقي رقي جودي بدواي. رقي رقي وجودي بدواي، رقي رقي جودي بدواي، رقي رقي وجودي بدواي. قربك رواي، شفاي البجبور قواي. لغفاهك يا مزن رواي، شفاي البجبور قواي. رق جسمي وصار حال على حبك حمل الرحال. شفاي البجبور قواي، ومن بعدك أنا حالي حال. من بعدك أنا حالي حال، من بعدك أنا حالي حال، من بعدك أنا حالي حال. القمرة وصالك وحال، شفاي المجبور قواي. لغفاهك يا مزن دواي، شفاي المجبور غراب.
غراب يا روم زين كان غراب فايل بجبر غوان أنا الحامل البلا مشتكى أنا الحجة بحل مشبكة أنا الحجة بحل مشبكة أنا الحجة بحل مشبكة المساح دمع البكاء أنا المساح دمع البكاء ليل المساح دمع المكان أنا المساح دمع المكان يا ليل يا ليل يا ليل 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 يا ليل يا ليل أنا المساح دمع المكان 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 نغفاهك يا مزن دواي شفايي قلبي جبر قواي